بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل عجة السبانخ الصحية بمعلقة زيت واحدة بس. تقدري تعملي العجة ديت بمنتهى السهولة. يلا بينا حبايبي هنشوف المقادير. هقول لكم على المقادير والطريقة، وبعد ما أقول لكم المقادير والطريقة هسيب لكم الصور تشوفوها، يعني تشوفوها خطوة بخطوة، فيها الطريقة خطوة بخطوة. هنا حبايبي هنشوف بقى المقادير. معايا 3 بيضات، البيض اللي انا كان عندي بيض اللي هو الصغير البلدي. هنحتاج برضو 1/4 كوباية لبن منزوعة الدسق. انا كان عندي لبن في التلاجة، كنت غالياه وحطاه في التلاجة، وتاني يوم كده شلت الوش من عليه، فده كده بيبقى منزوع الدسم. خدت منه 1/4 كوباية في الوصفة دلوقتي. هنحتاج برضو بصلاية صغيرة، هنحتاج ل4 معالق سبانخ. كان عندي سبانخ في الفريزر مجمدة. هنحتاج ل2 قرن فلفل رومي احمر واخضر. هنحتاج برضو 3 معالق صغيرة دقيق، لان البيض عندي صغير. لو البيض عندي كبير هتضيفي 3 معالق دقيق كبيرة، بس طبعا ما تبقاش المعلقة مليانة لاخرها يعني. هنحتاج يبقى معلقة ممسوحة كده، يعني تاخدي كده المعلقة بس، ايه يعني ما تبقاش دي ياما فيها يعني. هنحتاج برضو معلقة صغيرة بيكنج باودر، هنحتاج معلقة كبيرة زيت، هنحتاج لملح وفلفل اسمر. طبعا لو انت عايزة بقى تضيفي شطة، الشطة اختياري، انا ما حطيتش شطة. هنا حبايبي بقى هنيجي بقى على الطريقة. اول حاجة بتحطي في المقلية كده على النار، بتحطي معلقة زيت، معلقة واحدة بس. هتبدأي اللي انت بقى ايه، بتضيفي عليها البصل، البصلية اللي هي متقطعة، وهتضيفي عليها برضو الفلفل الرومي اللي انت برضو مجهزاه مقطعاه، وهتقلبيهم مع بعض كده لحد ايه يعني البصلايه والفلفل كده ما تدبل ايه معاكي. بعد ما بعد الخطوة ديت هتبدأي اللي انت بترفعيها كده من على النار، وبعد كده اهوت بتبداي بقى ايه، بتفضيها بقى يعني ايه في طبق كده عشان ايه تبرد معاكي يعني. بعد كده هنيجي بقى ايه للبيض. هتجيبي 3 بيضات، وهتحطي عليهم 1/4 كوباية اللبن، وهتحطي عليهم الملح والفلفل الاسمر، وعايزه تحطي شطه هتحطي. هتقلبيهم بقى كده ايه مع بعض كويس. بعد كده هتبدأي بقى اللي انتي هتضيفي عليهم الخليط اللي احنا جهزناه، البصل والفلفل الرومي يكون برد طبعا. هتضيفيهم على البيض كده، على خليط البيض واللبن، وتقلبيهم مع بعض. بعد كده هتبدأي بقى اللي انتي بتضيفي الدقيق، 3 معالق دقيق مع البيكنج باودر، مع المعلقه الصغيره بيكنج باودر، وتقلبيهم مع بعض، وتبقى كده العجه ايه خلصت كده ايه معاكي. بعد كده بتبداي بقى، انا عملتها في قوالب صغيره، ممكن تعمليها في صينيه. هتبداي اللي انت بتمسحي بقى القوالب او الصينيه اللي انت هتعملي فيها، هتمسحيها كده بالزيت، وبعد كده بتبداي بقى اللي انت بتحطي فيها خليط العجه. وبعد كده انا سويتها بقى ايه في الفرن في حمام ميه. جبت بقى صينيه فيها ميه، وحطيت فيها ميه سخنه، وبعد كده حطيت فيها القوالب اللي انا عامله فيها العجه، وبعد كده دخلتها على الفرن. انا كنت بولع الفرن من تحت لحد ما يعني تستوي كده معايا، يعني السوا بتاعها كده يبقى عامل زي نفس نظام الكيكه بالظبط كده. هتختبريها، لو ما طلعش معاكي حاجه في السكينه يبقى كده استوت، لو لسه بتسيبيها لحد ما تستوي يعني. ويعني المهم اللي هي ما يعني تستوي خالص كده، وتبقى عامله زي اكنك بتسوي كيكه يعني. بعد كده بتطفي عليها بقى من تحت، تكون خدت لون كده من تحت. بعد كده بتولع عليها الشواية من فوق، يعني الوش بتاعها كده يتحمر، وكده يبقى خلصت. وبتقدميها بقى وبألف هنا. دي كده طريقة عمل العجة الصحية. ممكن برضو لو انت مش حابة، مثلا انا كنت عاملاها بالسبانخ، لو انت مش حابة ان انت تضيفي فيها سبانخ، ممكن تضيفي 3 معالق دولت بقدونس اللي هي الخضرة، وتعمليها يعني. الوصفة دي جميلة جدا جدا، وانا كنت داخلة فيها مسابقة قبل كده، والحمد لله يعني كسبت في المسابقة وعجبت ناس كتير بصراحة. عشان كده انا حبيت ان انا اقدمها لكم النهاردة، واسيبكم بقى حبايبي تشوفوا الصور بقى خطوة بخطوة.
واتمنى للفيديو النهارده يكون عجبكم حبايبي، بحبكم جدا جدا في الله. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه في القناه، وما تنسوش اللايك والشير حبايبي عشان بيفرق معانا كتير، بيخلي الفيديو يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، والقناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم بقى تشوفوا الصور.